غاف يوسف مطبلة في الساحل التونسي، سافرت لفيينا، عشت فيها 13 عام، بعد مشيت نيويورك، بعد مشيت لباريس، وحاليا فاغابون دو لوكس. غاف يوسف في صنف الموسيقى نتاعو؟ بيان سور من حق اي واحد يحكي على الموسيقى نتاعي كما يراها هو، كما يفهمها هو. انا ما نعتبرش نفسي جازمان، ما نعتبرش نفسي متصوف، لكن حبي المفرط للجاز يعني والميول الخاص للصوفية هو اللي خلاني يمكن الموسيقى نتاعي تتأثر برشا بالجاز والتصوف. لكن نحب نقول ونأكد عليها، ضاف اليوسف مش جازمان، وضاف اليوسف مش متصوف. عمل ضاف اليوسف الموسيقية معناها كيفاش تنتقل من الفكرة إلى مرحلة الإنجاز؟ الحاجات هذه حسب المشروع، حسب الفكرة كيفاش تجيني. نجم تكون قريت كتاب، ولا قابلت إنسان، ولا عملت دي رونكونتر افيك دي ميوزيسيان، ولا سفرة، ولا حاجات تخليني تعملي هكا لتنسال الفكرة الأولانية اللي تخليني نخدم حاجة هيك. بيان سور أهم شيء هو كما الشاعر لازم يكون عنده بجاج في الشعر باش ينجم يحكي ويقول القصائد ويقول الشعر، الموسيقيين لازم دي بجاج اللي هو لازمك تسمع برشا موسيقى وأنواع مختلفة. بيان سور تقرا كتب، بيان سور تسافر، بيان سور تكون عندك الحاجات الكل باش توفر لك الباجاج اللي باش تنجم تقول به بعد لاكتياسيون تاعك. في نفس السياق نتاع السؤال هذايا، معناها هل أن ظافر يوسف يحافظ على نفس الأرضية نتاع العمل الفني في مرحلة التصميم هي بيضة في مرحلة الأداء؟ لا، إذا نعمل هكاك نموت. أنا نعتبر اليوم التجربة بتاعي بتاع الأشياء اللي نبداها، الفكرة من الأولانية إلى كيفاش توصل على المسرح، وكيفاش بعد عام وعامين تتطور الفكره هذه، تولي الحاجات اللي هي مش اساسيه تولي اكثر اهميه من الحاجات الاساسيه. وعلى شوف لا كرياسيون اللي نو ما تنجمش، انا نؤمن اني ما تنجمش حد من نجم. بالنسبه لي للتجربه بتاعي انا من نجم نصور كل شيء 100%، ديما نترك الابواب والنوافذ لانه تمشي وتعيش اشياء اخرى. شنو موقفك من اعمالك الفنيه اللي تداولها معناتها المستمعين على مواقع الانترنت، واللي نعرفوا ان المواقع هذه ما وراهاش مدخول؟ شوف مش صحيح ان ما وراهاش مدخول، خاطر مدخول سي با ديريكت، سي انديريكت. انا مثلا نقول لكم صراحه، انا ماذا بيا حتى الناس يعملوا حتى بيغاتاج، فما بالك نكون على الانترنت. شوف انسان اكثر يسمع الموسيقى نتاعك ويتفاعل مع الموسيقى نتاعك يبارتاج الموسيقى نتاعك، سي ان كادو، سي انورم، سي جادور، سي امبورتون. معناها انسان حس بيك، انسان تفاعل معك، انسان وصل له الميساج وقاعد يبارتاج دي ايموسيون معك، سي ديجا ان كادو كوا. الكونسيل نتاع بارتاج هو همزه توصل الفترة أخرى بعد قرطاج. حديت قرطاج على أساس أنه ملوزمو ما نجمتش نجي كل البروجيات نتاعي لتونس. حفلة نتاع قرطاج هي تمثل تقريبا السنتيز نتاع 10 ولا 15 عام التالي، باش تكون فعلا
حوصلة لكل الأعمال نتاعي، وخاصة من الأخيرة معنا من 5 سنين تالي، فما حاجة قديمة زادة عملتها ديزارونجمون افيك الكورد. الحاجة اللي أنا ستتهمني اللي أنا حاب شيخ نعمل جنب وجو بريزونت الخدمة اللي عملتها ديزاني اللي ما جبتش نجيبها تونس، وعندي الفرصة اللي اليوم نجم نقدمها للجمهور التونسي اللي يعرفني من خلال حاجات معينة اللي هي مع الجروب النرويجيان قبل 4 سنين في جازا كارتاج، ومع الجروب ابو نواصر بسودي اللي هي ديزون. ما نجمش نخبي عليك اللي فريمون شي تخي كونتون اللي عندي الفرصة باش نجم نعمل الحوصلة السنتيز نتاع العوام اللي قبل ما ندخل في حاجة أخرى، وما يكون الصفحة اللي تولي كل شيء أكتوال، معنا مالي حتى بعد كيف شيء نجيب تونس نجيب حاجة اللي في وقتها، فهمت؟ سي سا كي تريز انتريسون بور موا توا في قرطاج، وإن شاء الله نعملو جو. Is to be together and to be in love. I mean, I grew up in a big family and I love them. And so it's great to be with this family here. Thank you, thank you, thank you.